تفضل. المثال عرض الأستاذة يعني فعلا أثر فيه كتير، وكان أكثر الأمثلة اللي فعلا استوقفتني كتير في مسيرتي التعليمية. شعرت قديش نحن أحيانا بنتعامل مع الأطفال يعني بنحملهم فوق طاقتهم، وفعلا ما بنراعي حاجاتهم، ما بننزل لمستواهم، ما بنتخيل انه هاي اللغه لغه جديده عليهم، انه فعلا هاي الحروف اللي نحن بنعرضها عليهم بنعلمهم اياها بتكون بالنسبه لهم شيء غريب وجديد، وفعلا طلاسم مثل ما نحن شفنا بالمثال انه ايش هالطلاسم، ايش معناها، مش فاهمين نحن. فهم بنفس الوقت حيكونوا نفس الطريقه ما بفهموا شو هاي اللغه وشو هاي الحروف وكيف نتعلمها وكيف ندركها مره واحده، طبعا بالاضافه لانه اصلا بطبيعه الحال حيكون في فروق فرديه بينهم وبين الاطفال. فالشيء اللي انا اخذته عن نفسي انه فعلا انا اكون صبوره مع هدول الاطفال بغض النظر، وانا اللي انزل لمستواهم، انا اللي اواكب حاجاتهم، اواكب حاجات العصر اللي بيعيشوا فيه، البيئه اللي بيعيشوا فيها، يعني بيعيشوا بمجتمع التكنولوجيا والمجتمع الرقمي والانترنت، وفعلا هم يعني بحاجه للتسليه واللعب، مش غلط اني اعلمهم بالتسليه وبالالعاب، وفعلا يحبوا اللغه ويستمتعوا بتعلمها ونحن نستمتع معاهم بنفس الوقت. شكرا استاذ علي.